الشعور إنك إنسان قادر يعني على أرض الواقع في نتائج جيدة بحياتك أنت يلي حققتها على الأقل بناحية أو ناحيتين. هيدا هو تمكين الإنسان حتى يحقق حياته. ليكتار منا مش قادرين يشعروا إنه عندن الإمكانية، وخاصة المرأة، لأن الخوف من استخدام قوتنا هو يلي بعطل تحقيقنا لذاتنا. كل الأجوبة بلا قيود، تابعوني.